أختلط في عملي بكفار النصارى ويصدر منهم بعض الألفاظ ونحن نعمل، كان يقول إذا صعب عليه أمر يا عيسى بلغته، فهل علي شيء إذا سمعته ولم أنكر؟ أي نعم، يمنعون من إظهار دينهم، يمنعون من إظهار دينهم، فإذا أظهر شيء من دينه يمنع من هذا، فعليك أن تبلغ عنه، عليك أن تبلغ عنه، لأنهم ممنوعين من إظهار دينهم وشعائرهم في بلاد المسلمين. نعم. ويقول أيضا هل يجوز أن أعمل ومديري كافر؟ وإيش؟ يقول هل يجوز أن أعمل ومديري كافر؟ إذا كان له سلطة عليك فلا تكون تحت سلطة الكافر، أما إذا كان ليس له سلطة عليك وإنما هو موظف في الدائرة وليس له سلطة ولا إدارة تعمل في الدائرة، أما أنك تخضع له ويصير له سلطة فلا يجوز هذا. نعم.